السلام عليكم. في ثاني فيديو من المجموعة ديال الضريبة المتعلقة بالسلطة المحلية، في هذا الفيديو غادي نشوفه بشكل مبسط الضريبة المهنية عكس الفيديو الأول اللي كان مجرد فكرة عامة على جميع الضرائب. وما تنسوش في آخر هذا الفيديو غادي نشوفه مثال على الطريقة اللي كنعمرو بها الضريبة المهنية اللي هي لا تاكس بروفيسيونيل. وغادي نبداو على بركة الله. وأول سؤال غادي نطرحوه في هذه الضريبة هو شنو هي هاد الضريبة المهنية وعلى من كتطبق؟ هاد الضريبة كتطبق على جميع الأشخاص سواء كان المهنيين أو الداشين اللي كيمارسوا نشاط أو مجموعة من الأنشطة داخل التراب الوطني. ولكن كاين بعض الناس اللي بين الأشخاص الداشين أو المعنويين اللي خداو بعض المزايا، علاش عطاوهم هاد المزايا؟ باش يعاونوا هاد الأنشطة أو يعاونوا هاد الأشخاص باش يجيو داخل التراب الوطني ويديروا بعض الأنشطة. وهاد المزايا مقسمة إلى قسمين. القسم الاول اللي فيه ليكزونيراسيون اي ريديكسيون بيرمانون، واللي بالدور ديالو حتى هو فيه ليكزونيراسيون بيرمانون اي الاعفاءات الدائمه، واللي فيه غادي نشوفوا بعض النقاط مثلا لي زاسوسياسيون ابيت نون لوكراتيف، لا فونداسيون محمد 5، لا فونداسيون شيخ زايد، وكاينين مجموعه ديال النقاط الاخرين ك لي بروموتور ايموبيليير اللي كيديروا لوجمون سوسيال، لي كوبيراتيف. واللي بغى يعرفهم اكثر يشوف لارتيكل 6 من هذا القانون اللي هو الفيسكاليتي لوكال. وعندنا لي ريديكسيون بيرمانون اي التخفيضات الدائمه، وهاد التخفيض ديال 50% تعطى لجميع الشركات اللي كاينين في ليكس بروفانس دو طونجي. علاش تعطاهم هاد التخفيض؟ باش يشجعوا الشركات انهم يمشيو تما ويخلقوا ليد العامله. وندوزو لثاني قسم اللي هو ليكزونوراسيون تومبوغير. وشكون اللي كيستافد منها؟ كيستافد منها اي شخص اسس الشركه ديالو وعندو الحق في مدة ديال 5 سنين أنه معفي من هاد الضريبة المهنية. ومني كنقولو إن أكتيفيتي بروفيسيونيل نوفيلمون كريي، ما كنقصدوش بها لي شونجمون ديكسبلواتون أو لا الترونسفير داكتيفيتي. وتاني أشخاص اللي كيستافدو من هاد الإعفاء الشركات اللي انستالي في لي زون داكسيليراسيون اندستريال اللي كانت قبل سميتها زون فرانش، ومدة ديال 15 سنة. وأخيرا لاجونس سبيسيال طونجي ميديتراني حتى هما عندهم الإعفاء لمدة 15 سنة. ومن بعد ما عرفنا شنو هي هاد الضريبة وعلى من كتطبق وشكون هما الناس اللي استافدوا من الامتيازات، دابا غادي ندوزو للسؤال الثالث اللي هو كيفاش كتحسب هاد الضريبة. وهاد الضريبة كتحسب على أساس القيمة الكرائية، واللي بدورها عندها 3 ديال الطرق باش نقدروا نحسبوها. الطريقة الأولى اللي مبنية على أساس سند الكراء، يعني انت كاري واحد المحل اللي دير فيه واحد لاكتيفيتي ديالك، وبطبيعة الحال كتخلص الكراء ديالو من شهر لشهر المول المحل، وهو كيعطيك بطبيعة الحال واحد الوثيقة اللي كتبين أنك كاري من عنده، وانت بطبيعة الحال كدوزها في الكونطابيليتي عندك. دونك هذه كيعتبروها وسيلة من وسائل اللي كيحسبوا بها هاد لا فالور لوكاتيف. وثاني طريقة باغ فوا دو كومباريزون، يعني بالمقارنة بينك وبين شي شخص اخر اللي عنده حتى هو نفس لاكتيفيتي ديالك. وثالث طريقه اللي هي باغ فوا دابريسياسيون ديريكت. وهنا غنفترضوا ان في الطريقه الاولى المحل ما كاريش المحل ديالك، وفي الطريقه الثانيه ان الاداره صعيب عليها باش انها تقوم بعمليه المقارنه. في هذه الحاله الاداره غادا تحدد لك القيمه الكرائيه ديالك، المنطقه اللي انت فيها، او كذلك حتى نسبه الارباح ديالك او غيرها. بالنسبة للإستابليسمون إندستريال، هنا القيمة الكرائية ديالهم ما يمكنش تكون أقل من 3% من الكود غوفيان ديال التيران، الكونستركسيون، أجونسمون، ماتيريال إي أوتياج. كاين عندنا واحد الإستثناء بالنسبة للإستابليسمون أوتيليي، الكويفيسيون ديالهم كيختلف شوية. فمثلا إلا كانت الإستابليسمون أوتيليي الكود غوفيان ديالها أقل من 3 مليون درهم، فالكويفيسيون كاينة هي 2%، وإلا كان بين 3 مليون و6 مليون ديال الدرهم فهو الكويفيسيون هي 1.5. وإلا كانت القيمة أو لا الكود غوفيان ديالو ما بين 6 مليون و12 مليون، فالكويفيسيون أبليكي هي 1.25. وإلا كانت أكثر من 12 مليون فالكويفيسيون أبليكي هي 1%. ومن بعد ما شفنا التعريف ديال الضريبة المهنية وشفنا النوع ديال الامتيازات وشكون هما الأشخاص اللي كيستافدوا من هاد الامتيازات، وكذلك شفنا كيفاش كنحسبوا القيمة الكرائية، دابا غادي نشوفوا فين كتخلص وشحال هي المدة اللي غادي ناخدوها كأساس في حساب الضريبة ديالنا.
والإدارة المكلفة هي الإدارة اللي عندي في التراب ديالها المصنع أو المكتب ديالي، وفي حالة ما عنديش هذا المصنع غادي نشوف فين أنا عندي التوطين الضريبي نهار أسست الشركة ديالي، يعني فين درت الدوميسيلياسيون فيسكال. وبالنسبة للمدة فهي كتحسب على سنة مدنية أي أني سيفيل وما فيهاش البروغاتا. دابا وصلنا لارتيكل 9 اللي فيه لي طو اي دغوا مينيموم واللي بالدور ديالو فيه لي طو دامبوزيسيون. ودابا جا الوقت باش نحسبوا الضريبة النهائية. ومن بعد ما عرفنا كيفاش نحسبوا القيمة الكرائية، دابا جا الوقت باش نضربوا ديك القيمة اللي لقينا في واحد النسبة من بين هاد النسب. وكيفاش غادي نعرفوا النسبة اللي تابع ليها النشاط التجاري ديالنا في هاد الحالة؟ واحد دوكيمون اللي سميتو نومونكلاتور دي زاكتيفيتي سيمي على تاكس بروفيسيونيل، وفيه غادي تلقاو كل نشاط لاشمنتو كينتامي. وهنا ما عليك غير تشد القيمة الكرائية ديالك وغادي تضربها في لوطو اللي كينتامي ليه النشاط ديالك. والعنوان الثاني اللي كاين في البند رقم 9 اللي هو دغوا مينيموم. وهذا الطابلو فهو كان يستخدم في القانون 4706 قبل ما يخرج القانون 3027 وتم التعويض ديالو بهذا الطابلو. يعني إذا كان النشاط ديالك ينتمي إلى القسم واحد وحسبتي الضريبة النهائية ديالك ولقيتها أقل من 1200، فالدغوا مينيموم اللي غادي تخلص هو 1200، وقس على ذلك بالنسبة لجميع الأقسام وما في ذلك الكومون رورال. دابا وصلنا البند رقم 10 اللي فيه البيامون اي فرانشيز دو لا تاكس، واللي فيه جوج ديال العناوين. العنوان الأول اللي هو البيامون دو لا تاكس، واللي فيها اتابليسمون باغ فوا دو رول، يعني الطريقة اللي شفنا كيفاش كنحسبو بها حنا هاد الضريبة، فهي في الأصل الإدارة اللي كتكلف بها والإدارة اللي كتحسب لنا هاد الضريبة، وكتصيفط لنا لافي دامبوزيسيون اللي فيه الواجب أداؤه. إمتى كتصيفطو لنا؟ هنا على حساب المعتاد. في لابخاتيك فأغلب الأوقات كيوصلنا في شهر 6 أو شهر 5، واللي عنده شهر باش يتخلص. وكاين البيمون باغ انتيسيباسيون، يعني ما غاديش نتسنى الإدارة حتى تصيفط ليا لافي دامبوزيسيون اللي كيف قلنا كيجي في شهر 6 ولا شهر 5 ولا شهر 4. في هذه الحالة لغرض ما عند الشركة سوا سوميسيون دو مارشي أو لا بغات تسد الشركة ديالها، فهي كتمشي عند الإدارة وكتقول لها شحال خاصني نخلص. وكاين العنوان الثاني اللي هو فرانشيز دو لا تاكس بروفيسيونيل، واللي غادي نشوفوا فيه شنو كان وشنو ولا قبل ما يخرج القانون ديال 027. الى خرج لي الواجب اداؤه في هاد الضريبه اقل من 100 درهم فالاداره كتقول لك الله يسامح. وفي القانون الجديد ديال 027 فالى خرج لك الواجب اداؤه اقل من 200 درهم فالاداره كتقول لك الله يسامح، يعني الرقم طلع من 100 درهم ل 200 درهم. دابا غادي نشوفوا الريبارتيسيون دو برودوي دو لا تاكس بروفيسيونيل اللي حتى هي بالدور ديالها عرفات واحد التغيير. فالارباح اللي كتدخل الاداره كيتم التوزيع ديالها على حساب القانون الجديد اللي هو 027، فكيكون 87% من دوك الارباح كيمشيو للبيدجيت كومين، و11% كيمشيو لي شومبر كوميرسيال اندستريال سيرفيس ارتيزانال، و2% كتمشي للبيدجي جينيرال اتيتر دي فري دو جيستيون. وصلنا لوبليغاسيون دي كونتريبيابل، يعني شنو هي الامور المفروضه على هذا الشخص اللي كيدير واحد النشاط داخل التراب الوطني. وأول عنوان هو l'inscription au rôle de la taxe professionnelle، يعني أن الشخص واجب عليه أنه يدير l'inscription في la taxe professionnelle في واحد المدة ما كتجاوز 30 يوم من بداية النشاط ديالو. وثاني عنوان اللي هو déclaration des éléments imposables، يعني إمتى آخر أجل خصنا نديرو هاد الديكلاراسيون، واللي هو 31 يناير من كل سنة. وثالث عنوان اللي هو البند رقم 14 واللي فيه افيشاج دو نيميرو ديدونتيفيكاسيون على تاكس بروفيسيونيل اي بريزونطاسيون دي بياس جيستيفيون لانسكريبسيون. كيف قلنا ان لو ريدوفابل مفروض عليه انه يدير لانسكريبسيون في الغول ديال لا تاكس بروفيسيونيل، فهنا حتى هو مفروض عليه انه هذاك النيميرو ديال لا تاكس بروفيسيونيل يكون دايرو في واحد البلاصه اللي واضحه لرجال المراقبه اللي كيجيو من الاداره المعنيه. وصلنا العنوان رقم 4 واللي هو الارتيكل 15 اللي فيه ديكلاراسيون دو شوماج ديتابليسمون، يعني ان الشركه ما خدماتش كليا او جزئيا واحد المده، فهي مفروض عليها انها دير واحد ديكلاراسيون اللي كتبين فيه انها اون شوماج
وهاد ديكلاراسيون كي خاصها تحط او بلو تار لو 31 جانفي دو لاني سويفون دو سيل دو شوماج. واخر عنوان في هاد النقطه اللي هو البوند رقم 16 اللي فيه ديكلاراسيون دو سيسيون سيساسيون ترانسفير داكتيفيتي او ترانسفورماسيون دو لا فورم جوريديك دو لونتربريز. واللي كيقول لنا ان الى الشركه تباعت ولا توقفات ولا بدلات لاكتيفيتي ديالها ولا بدلات لا فورم جوريديك ديالها فالكونتريبيابل المفروض عليه انه يدير واحد الديكلاراسيون في حدود 45 يوم، وهاد المده تقدر توصل حتى 3 شهور في حاله توفى مول الشركه. وصلنا دابا لاخر نقطه اللي هي الريسونسمون اي كونستاتاسيون سور بلاس، واللي فيها جوج ديال العناوين. فيها الريسونسمون واللي هو الاحصاء، يعني ان الاداره كتقوم بالاحصاء ديال هاد الشركات في نفس الوقت كدير مراجعه لديك القيمه الكرائيه اللي كتباز عليها. واخر عنوان اللي هو الكونستاتاسيون سور بلاس، وهنا الوقت اللي الاداره كتشك في الصحه ديال القيمه الكرائيه اللي كتبنيها على لي ديكلاراسيون اللي كنحطو في اخر يناير من كل عام، فالاداره كتجي عندك بدون سابق علم باش تاكد بنفسها. وكيف ما وعدناكم في بداية ديال الفيديو غادي نشوفوا الطريقه اللي كنعمروا بها الضريبه المهنيه. هذا هو الفورميلير ديال لا تاكس بروفيسيونيل، وكيف ما شرحنا ديرنيير ديلي ديال الديبو ديال لا تاكس بروفيسيونيل هو 31 جانفي. هنا في ديكلاراسيون انيسيال، الا كانت اول ديكلاراسيون غادي ديكلاريوها بالنسبه للشركه الا دارت كنكروشيو هنا. الا كان الشركه او كور ديال العام باعت ولا شرات دي زاليمون ولا دي زيموبيليزاسيون فغادي كروشيو هنا، لان ديكلاراسيون موديفيكاتيف. وهنا كنديرو العام ديال ديكلاراسيون، هنا كنديرو الاسم ديال الشركه، وهنا كنديرو لي نيميرو ديدونتيفيكاسيون فيسكال، وهنايا كنديرو النيميرو ديال لي سي او، وهنا كنديرو لادريس ديال برينسيپ ايتابليسمون او الدوميسيل فيسكال او السياس سوسيال، وهنا كنديرو النيميرو ديدونتيفيكاسيون على تاكس بروفيسيونيل. وهنا اغلب الاوقات كيكون فين عندي السياج فين انا درت لي زيموبيليزاسيون ديالي، هنا غندير لادريس ديال داك لي موبيليزاسيون اللي خديت. الا كان عندي شي يوزين واحد اخر في شي بلاصه اللي بعيده غندير لادريس ديال داك الماتيريال فين افيكتيتو انا. هنا ايدونتيفيكاسيون نيميرو ديدونتيفيكاسيون دو لا تاكس بروفيسيونيل، وهنا كندير عدد ديال الاوراق اللي عندي، وهنا خلاص كندير التاريخ والمدينه وكنكاشي وكنسيني. فهاد الطابلو هنا كندير ديما السميه ديال الشركه، هنا نيميرو ديدونتيفيكاسيون فيسكال، وهنا نيميرو ديدونتيفيكاسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل. وباش نسهل عليا الطريقه اللي غنعمر بها هاد الطابلو، فبطبيعه الحال غادي ناخذ الجورنال ديال لي زيموبيليزاسيون من الكونطابيليتي ديالي وغادي نبدا نعمر. غادي نشوف هنا الناتور، هنا غادي يكون تيران كونستركسيون لا اجونسمون ولا اميناجمون، وهنايا غادي يكون عندي النيميرو ديال التيتر فرونسي اللي كناخذو من المحافظه واللي عندي في لي كونطرا ديال لاكيزيسيون، وهنا ديسكريبسيون ديال داك بيان سواء تيران ولا الكونستركسيون ولا اجونسمون ولا اميناجمون، وهنا كندير سوبرفيسي او متر كاري ديال داك التيران اللي خديت ولا ديك الكونستركسيون، وهنا سيتوياسيون باتريمونيال واش انا المالك ديالو ولا غير كاريه. وهنايا بطبيعه الحال غادي نعمرو البري دو روفيان ولا المونطون انويال دو باي، وهنا لا دات داكيزيسيون امتى شريتو ولا لا دات داشيفمون الوقت اللي غنكون داك الكونستركسيون بنيتو، غندير لا دات داشيفمون امتى كانت النهايه ديالو ديال البني ولا لا دات دو لوكاسيون. هنا نحط التوتال ديال هاد لاباج ونسيني ونكاشي. وهذا ثاني طابلو اللي حتى هو غادي نعمرو هنا السميه ديال الشركه، وهنا نيميرو ديدونتيفيكاسيون فيسكال، وهنا نيميرو ديال لا تاكس بروفيسيونيل. وكيف كيف ديما غادي باش نسهلوا علينا الخدمه غادي نشدو جورنال ديال لي زيموبيليزاسيون من الكونطابيليتي وغادي نبداو خدامين ديسكريبسيون اي ريفيرونس سواء ماتيريال سواء اوتياج نوف ولا اوكازيون. هنا كنديرو الا كان نوف غنديرو ان، كان اوكازيون غنديرو او، ولا هنا غنديرو لا دات داكيزيسيون امتى خدينا هاد الماتيريال اوتياج، وهنا لا دات دي ميز اون سيرفيس في غالب الحالات كيكون نفس لا دات اللي خديت فيه هو نفس لا دات اللي بديت خدام فيه، وهنا يكون
le prix de revient ou le montant annuel de bail, ou bien sûr, كلشي hors taxe. هنا كيف الطابلو الاول غيكون توتال وهنا غنسينيو وغنكاشيو. كاين ناس اللي غيسولوا على حساب الماتيريال دو ترونسبور واش غيكون داخل في لا باز امبوزابل ديال لا تاكس بروفيسيونيل، وهنا غادي نقول لهم ما يمكنش ليه يكون داخل لانه هو اصلا كيتخلص عليه الضريبه اللي هي الفينيات، وهنا ما يمكنش يكون عنده دوبل امبوزيسيون، يتش امبوزا في الفينيات ويتزاد يتش امبوزا حتى في لا تاكس بروفيسيونيل. وبالنسبه للكريدي باي فالمونطون اللي كنحطو هنا ماشي هو لي ريدوفونس انويال، ولكن هو الكو دو روفيان اللي كناخدوه من لي كونطرا، وكيبقى يبان عندنا في الديكلاراسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل بالكو دو روفيان ميم ابري لا ليفي دوبسيون داشا سيلون لارتيكل 7 من هذا القانون ديال فيسكاليتي لوكال. وهذا اخر طابلو اللي هو ديال لي روتري. هنا كيف ديما سميه ديال الشركه، وهنا نيميرو دي دونتيفيكاسيون فيسكال، وهنا نيميرو ديال لا تاكس بروفيسيونيل. هنا غنحطو لا ناتور ديال البيان اللي انا بعتو ولا خرجتو ولا درت ليه ريزيلياسيون ديال الكونطرا دو باي. هنا غيكون تيران كونستركسيون ولا اجونسمون اميناجمون ماتيريال اي اوتياج نوف ولا اوكازيون. هنا كيف الطابلو الاول نيميرو دو تيتر فرونسي او دو لا ريكيزيسيون، هنايا لا دات داكيزيسيون امتى خديناه ولا امتى سال هداك البني ولا امتى كريناه. هنا لا دات دو روتري امتى تباع ولا امتى خرجناه من لا كونطابيليتي عندنا. هنا لي بري دو روفيان ديال ولا المونطون انويل ديال الباي، وهنا بشحال بعناه، وبطبيعة الحال هادشي كله اوغ تاكس. هذا الريسيبيسي دو ديبو اللي حتى هو هنا كنعمرو فيه لا دات، هنا السميه ديال الشركه، هنا نيميرو ديدونتيفيكاسيون فيسكال، وهنا لي سي او، وهنا لا تاكس بروفيسيونيل، وبطبيعه الحال هنا لا دات دو ديبو امتى حطينا، وانكاشي وتسيني، وهنا عدد ديال الوثائق اللي مجوانيه لهاد الديكلاراسيون. وفي هذه الحاله غنكونوا سالينا الضريبه المهنيه، وانتظرونا في الفيديو الجاي اللي غادي يكون لا تاكس دابيتاسيون، يعني الضريبه على السكن.